الرياضية. إعداد وتقديم إدريس مكرو. السلام عليكم، صباح الخير، مرحبا بكم مستمعي إذاعة فاس. رفقت أولى حلقات برنامج مجلة الرياضي ضمن الموسم الرياضي الحالي 2015-2016. إذن يرافقكم فد البث المباشر حسن مصلح في الهندسة الصوتية، جميل خضر في الربط والتنسيق بين الفقرات، نعمة دريب في المحافظة العامة، وعبد النبي الحافظي في الربط الهاتفي. من كان جاهدا هو ابن مدينة فاس تحديدا من المنطقة ديال بن سودا، نشر هذه الرياضة ونقلها والترسيخ بين مختلف الأجيال. السي محمد الطلبي مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا أستاذ، تحية. نعم، طيب سي محمد، آخر تظاهر درتوها هي السبت الماضي، توضع ناس واحد التقييم شنو كان فيها تحديدا، شكون اللي كان حاضر من أجل يعني نشر هذه اللعبة ديال السيف العربي؟ تفضل سي محمد. أهلا وسهلا. السبت الماضي إن شاء الله كنا قمنا بواحد المظاهرة، واحد التظاهرة رياضية نقول بها تظاهرة رياضية. نعم. تفضل كنسمعك. كانت تظاهرة رياضية اللي بغينا نبرهنوا فيها بأن السيف العربي، لأن سجلنا كرياضة جديدة واخترنا كرياضة في خاصة بوحدة بعيدة عن الرياضات الأخرى. نعم. وأننا بغينا نبينوا أن هذه الرياضة لها قيمة ولها رشاقة في الحركة وأسلوب، ودرنا واحد الأرقام قياسية حاولنا نفضلوا بها ونبرهنوا بأن السيف العربي له إمسيات خاصة بما قاموا به الخبراء يعني اليابانيين والأوروبيين. الحمد لله بغينا بأننا هذه الرياضة عندها. سي محمد، كاين شوية ديال التشويش في التليفون، كان ممكن يعني تحول لشي بلايصه باش يوصلنا الصوت ديالك بوضوح. سمعني مزيان؟ مازال شويه. مازال. كان عندك داك الكيت ولا شي حاجه تحيدو تهضر معنا مباشره بالهاتف ولا كان ممكن؟ اوكي دابا. تفضل. اوكي، كما قلنا درنا تظاهره رياضيه اللي برزنا فيها وحطمنا فيها ثلاث ارقام قياسيه يعني دوليه، واللي تم تسجيلها اليوم ان شاء الله مع 10 الصباح تاعنا هنايا في برلين، كان لها رقم قياسي عالمي، وعرفنا بها حركة جديدة اللي تتبرهن وتتميز بها رياضة السيف العربي والأكاديمية اللي سجلناها وكونها هنا في ألمانيا. نعم، بحال تقربنا من يعني كيفاش كيكون التحطيم ديال الرقم القياسي في هذه الرياضة ديال السيف العربي سي طالبي؟ طبعا لأن هذا شكل خاص، لأن السيف العربي ولا السيف خاصة رياضة السيف لها خصوصية خاصة. نعم. ورياضة لا يمكن إدخالها في الرياضات المسيفة المعروفة حيث القانون تاعها يختلف. بعد كانوا عدت في الفترة تاع السلام اللي كانت في اليابان لمدة 100 سنة، لما كانت الحروب بالسيوف ولما وقعت الهدنة كانوا الأساتذة والخبراء كل واحد كيبرهن بأنه له سرعة في الرياضة، له سرعة في السيف، له رشاقة، له إمكانيات وخبرة وكذا وكذا. وهنا بدأ التراهن، من أحسن من الآخر، ومن أسرع من هذا، ومن في الدقة والرشاقة والتركيز وكذا. وهكذا بدأت هذه الحركات. فمثلا من قبل كان الإنسان مثلا يضرب السيف واحد مثلا أنه حارب عدة حروب وقتل عدات وكذا كذا، ما بقاش هذا ولات رياضة خاصة، والإنسان مثلا بداو يقطعوا مثلا قصب الخزران في واحد الدرجة معينة، مثلا في 45 درجة مميزة بالمليمتر والسنتيمتر. الآخر مثلا ضرب عمودية عدة أشياء كجمود القصب الياباني ولا القصب الخزران المعروف عندنا ولا القصب الصيني وهو شديد الصعوبة أو الشدة. وهناك بدأت من يعني مغلق العينين أو سد العينين أو باليسار أو باليمين، وبدأ هذا التراهن مما جعل السيف أنه لفن السيف يعطي شكل خاص بعيدا عن الحركات الرياضية الخاصة والكاتا واليونيفورم. نعم. والآن يعني بنا أنهم بينوا بأنها قمة في المستوى والخبرة والدقة في الحركة، ثم تشيلوها كأرقام قياسية. نعم. وهذه الأرقام القياسية اللي قاموا بها بالسيف يعني الياباني ما يسمى بالكاتانا، درنا بها بنفس الحركات واكثر من هذه العده من الاشياء اللي كيكسروها ولا كيقطعوها، نحاول نقطعها بالسيف العربي اللي درناه هنا كسيف خاص، انتجناه كسيف نموذج في شكله الخاص بعيدا عن السيوف العربيه السيوف اليابانيه، وحتى في شكله ومظهره وقيمته ووزنه. نعم. نعم. المجهود ديالكم باش تنقلوا باش توسعوا الدائره ديال هاد الرياضه سي طالبي، واش كاين شي نوادي كاين شي نقلتوا هاد الرياضه خارج المانيا من خلال الحضور ديال الخبراء اللي كيحضروا معكم التظاهرات، تحديدا التظاهره الاخيره ديال السبت الماضي؟ طبعا حضر معنا في اليوم السبت القادم لجنه من الكينيس بوخ، يعني من كتاب الكينيس اللي حضروا او شهدوا على هذا الارقام القياسيه، لان في حدتها ثلاث ارقام قياسيه يابانيه حطمناها وسجلنا رقم قياسي عربي جديد، يعني اربع ارقام قياسيه في نفس الوقت. حضر معنا الاستاذ روني جينجا يعني من برلين، وهو حاصل على الدرجه السادسه في الايكيدو والدرجه السابعه في الايايدو. حضر معنا من برلين الاستاذ لورون هاك من فرنسا رئيس الجمعيه الفرنسيه، والاستاذ من فيتنام تان ليونغ فيندا في العضل في الكونغ فو، وحضر معنا الاستاذ ماركوس شفيدا خبير في الكيوشو والكيوكوشينكاي واللودو. وطبعا كخبراء بالنسبه لنشر هذه الرياضه احنا كان عندنا الان محدد دوره غادي نقوموا بها ان شاء الله في شهر فبراير بالمغرب، وغتكون عندنا دوره ان شاء الله ما بين 23 فبراير الى غدا 3 مارس، وهذه الدوره ان شاء الله غتكون عندها قيمه خاصه لان هاد الخبراء اللي حضروا معنا غادي يحضروا معنا في هذه الدوره ولها مميزات خاصه لان كتضم جميع مختلف الرياضات، فن الصيف العربي والايكيدو والايايوتسو والكاراتيه والتايكواندو، وكل خبير غادي يقوم ان شاء الله بهذه المجموعه اللي في الرياضه نتاعو الخاصه. والمشاركين اللي يرغبوا يتصلوا بالاستاذ كارفي ربيع من جمعيه محيط الازرق بالدار البيضاء ويلصقوا معاه. نعم. وحنا ان شاء الله غادي نحضروا ونحاولوا نتعرفوا مع الشباب المغربي ونقدموا لهم هذه الرياضه كاسلوب جديد. وبالنسبه اللي بغى يتعلم غادي نصدروا الفيلم او الفيديو نتاعو ان شاء الله اليوم غادي يخرج، لان ما بغيناش نطلعوه في الفيديو حتى يتم تسجيله في كتاب الارقام القياسيه، لان الحمد لله حتى اتصلنا بالشهاده الرسميه ابتداء من اليوم، وكيكون هناك في الصفحه الالكترونيه ديال فن الصيف العربي عده شرائط اللي الانسان يمكن يشوفها ويتعلم الحركات هكذا. فن الصيف العربي هذا هو العنوان ديال الموقع. نعم هذا هو العنوان ديال الموقع فن الصيف العربي، فن الصيف العربي او لا حتى يعطيو مدرسه الطالبي يعني سبورت شوري طالبي او يمكن يترجموها، او لا حتى فن اكاديميه الطالبي لفن الصيف العربي، وغادي يخرجوا فيها ديريكتومون، يعني هناك المرشدات كلها اللي غيتصلوا بها بالشرائط وحسب الصور والشرائط اللي كتبت علينا الحمد لله. نعم. بالتوفيق سي محمد الطلبي، اذكر بانكم رئيس اكاديميه الصيف العربي كنتم معنا مباشره من مدينه فرانكفورت بألمانيا. شكرا على تلبية الدعوة، مزيدا من التوفيق والتألق، شكرا مرة أخرى. نقطة نهاية الحلقة اليوم من land of the kings, land of mountains, of